مشرح عبد الرحمن الدين بيلو وشرحان قولها وكيلدا سومالي لان كلا شرحان قبل كمرود جيح ايا فرين وعيقالين او دراي بلشادة كودة قان سومالي لان فرين تاسي اوكو سابسانيد حانون كوفيد 19 سيدو كلا مشرح عبد الرحمن الدين بيل وحو بلشادة وقو باقي اني قاتان فرين مها وعيقالتا ايكا صوبحايا وزارة دعافبات كسومالي لان وحانو سيوين اوغدقاي اني تحدر اير كي يشان حانون COVID-19 عبد الرحمن إدن بيلو هذا الكيس سيوتا وحاو شاقي إني برشادو ياريان قوب هالسكوغي مادو تاسي أو كمعني إنو حانون كوفيد كرو وحانا كمدا هذا الذي مشرع عبد الرحمن إدن بيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوة مشرع عبد الرحمن إدن بيل وكشرع حان قبل كون رجاح قلاه بارلمانكا وحان أغيسين إياه تدوينها كلقان قبل كمرد جاح قود أهان سيقول ليهين إن أديار قروبان كارغادة شدي أو بلاب ميسا صدق بيشان مارج سعود نونتنا إلا لبدا أبريل كل صدح شوه مدى كوبان وقت ديوان قلن بدن بينو قللي كاد بدل بينو قللي كما في اللما نمالين يعني صدح شوه لكن حالا يددكو حد دالان انت كمشكو قونديين وصدح شوه وحن سجارة فرين جارة فريا قبل كم رجع مثلاً كل أرين تدور شوي إنك يو كارغ هذا الشدة يو واحد مودا إنك كل اللي بحسين يو واحد دنا قبل كود النار قلنا ده أن رئيس الأحلي بالقول لي سبوناك أحمد دجح محمود هيبة محمد موجي قاعد اللي بح واحد مودا هذا يشرين أي أريمها أت جارس فيهين وهم كعد صنا هنا وهم مرة لبعض كعد صنا هنا هرنا فرين هرنا وجودنا إن أصابحان وتعب كي وجود دمبي كارق هذا الشرا هدي أيضا كارق سيف عنو غادا وأيضا إمك واحد قصوا تعبتين كارد بدل باتشري كارلويس باتشرتي وحن أدوش على سنة يعني تجمعين كان صاع رباعي يجود هان قبلكم رجح إن أدير جروبان كارق هذا الشرا أص عندهن تا مدير كون سيدو كلو حن لي وحن حقا تان تدوينه gudahan Soomaaliland waa isku mid meeshii joogan ba waa in qaataan talooyinka ay siinayaan wasaaradda caafimaadka iyo cidda caafimaadka ku shaqada leh fariimaha hadii jeer la fariyana waa in dadku u dhagan nuglaadaan iyagoo hawshii kale ee kaartaashadana garab wada fariimaha caafimaadkana dadku waa in ay dhageystaan u dhagan nuglaadaan waad ogtihiin bariyahan dambe dadku aad u dhimanayaan xaaladda dhimashadu way sii badanaysaa arinta aad dadku ugu digtoonaadaan yaan la dhaylsanin waxaad muddo dalkeena ka jirto abaar baahsani ilaahay waxaan ka baryaynaa markii hore inuu raxmaad ino shubo oo rabbil caalamiin ku roobadkii ino shubo dadku aad baa abaareysiin way tabaaleysiin haddana haddalaan baan leenay waa maxamed xuseen ibraahim samnews tv magaalada hargeysa